بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى في علم الأصوات، نتحدث فيها عن جوانب وفروع ومناهج علم الأصوات. بدءا نتساءل، في الآونة الأخيرة تعددت جوانب علم الأصوات وفروع ومناهجه، فما حقيقة هذا العلم وما جوانبه وفروعه ومناهجه؟ علم الأصوات هو العلم الذي يدرس الأصوات اللغوية من حيث نطقها وانتقالها وإدراكها وما يعتريها من تأثير أو تأثر في بناء الكلام. فالأصوات اللغوية مجموعة من الأصوات ينتجها الإنسان بواسطة جهازه الصوتي، جهاز النطق الذي يولد مزودا به، وذلك من الحنجرة واهتزاز أو تاريها الصوتية مرورا بالفم أو الأنف أو كلاهما إلى الخارج. جوانب علم الأصوات، تقتصر دراسة علم الأصوات على 3 جوانب متصلة لا يمكن تصور أحدها دون الآخر. وهذه الجوانب: الجانب الفيزيولوجي أو الجانب النطقي، وهو جانب إصدار الأصوات، وهو ينظر في كيفيات إصدار الأصوات بالنظر إلى مخارجها وسماتها النطقية. الجانب الأكوستيكي أو الجانب الفيزيائي، وهو جانب الانتقال أو الانتشار في الهواء ومجاله النظر في الذبذبات التي تحدثها هذه الأصوات في الهواء أو الوسط الناقل. الجانب السمعي، وهو جانب استقبال الصوت ويتمثل في الذبذبات التي تؤثر على طبلة أذن السامع. الفونتيك والفونولوجيا، الدراسات الصوتية أو الدراسة الصوتية تبحث في النطق البشري من زاويتين مختلفتين في أساس التركيز، ولكن إحداهما تعد أساسا للأخرى أو مقدمة لها، والزاويتان هما الفونتيك، ويقصد بها دراسة الأصوات مفردة دون النظر إلى موقعها ووظيفتها في الكلام، فينظر إلى الأصوات من حيث كونها أحداثا منطوقة بالفعل لا تأثير سمعي معين، دون نظر في قيم هذه الأصوات أو معانيها في اللغة المعينة. إنه يعنى بالمادة الصوتية لا بالقوانين الصوتية، وبخاصة هذه المادة أو الأصوات بوصفها ضوضاء لا بوظائفها في التركيب الصوتي للغة أو للغة من اللغات. وتبدأ عادة بالحديث عن أعضاء النطق عند الإنسان، ثم بيان من أين تخرج الأصوات اللغوية وكيف تخرج، وبعبارة أخرى هي وصف للحركات العضوية التي يقوم بها الجهاز الصوتي أثناء النطق، وكذلك الآثار السمعية المعاقبة لهذه الحركات، وتدرك تلك بالملاحظة الذاتية أو الخارجية، وهكذا أدركها مقدمو العرب أو متقدمو العرب. وقد تستعمل الأجهزة والآلات لمزيد من الدقة في إدراك ذلك في معامل الأصوات اللغوية. الفونولوجيا، وهي دراسة لما يحدث للأصوات من أثر بسبب مجاورة بعضها لبعض في الكلام، ولكل لغة ظواهرها المناسبة لنظامها الصوتي، فهي دراسة للغة بعينها أو دراسة للغة معينة. تعنى بتنظيم المادة الصوتية وإخضاعها للتقعيد والتقنين، أي البحث في الأصوات من حيث وظائفها في اللغة. لذا يحلو للبعض تسميتها بعلم الصوتيات، وقد يطلقون عليها علم وظائف الأصوات، والوظائف التي تؤديها الأصوات في لغة ما أي الوحدات الصوتية التي يترتب على اختلافها اختلاف المعنى في الكلمة. ويطلق على هذه الوحدة الصوتية مصطلح فونيم، مثل قال، قام، فاللام والميم فونيمان أو فونيمات مستقلة، حيث ترتب على اختلاف كل منها اختلاف المعنى في الكلمتين. وكلمة قال تتكون من 3 فونيمات، لأن تغيير أي منها يؤدي إلى تغيير المعنى. ووظيفة الفونيم على هذا
التمييز بين الكلمات وإعطاؤها قيما لغوية مختلفة. ويدخل في هذا الجانب كذلك ما يسمى عند علماء الأصوات بمصطلح الفون، وهو الصورة الصوتية للفونيم والتي لا يترتب عليها تغيير في معنى الكلمة، مثل النون في الكلمة العربية فونيم ونطقها بالإظهار أو الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب فونات. ومن هنا عرف مارتيني هذا العلم بأنه هو العلم الذي يعالج الفونيمات على وجه الحصر باعتبارها تشكل عناصر اللغة. وهذا النوع من الدراسة الصوتية حديث أي ظهر في آخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فروع علم الأصوات: علم الأصوات العام، ويبحث في الأصوات اللغوية بشكل عام أي دون ربطها بلغة فعلية معينة. ثانيا علم الأصوات الخاص، ويبحث في أصوات لغة معينة دون سواها مثل أصوات اللغة العربية. علم الأصوات الآلي، ويبحث في أصوات اللغة باستخدام المنهج التجريبي كما يستخدم الآلات الإلكترونية لكشف خصائص هذه الأصوات، مثل جهاز رسم الأطياف الذي يحدد نوع الصوت وقوته ونغمته، كما يستخدم الحنك الاصطناعي لدراسة الأصوات الحنكية. ويسمى هذا العلم أيضا علم الأصوات المعملي أو علم الأصوات التجريبي. مناهج الدرس الصوتي: المنهج الوصفي، ويبحث في أصوات اللغة المستخدمة في فترة زمنية محددة، وهو مقابل لعلم الأصوات التاريخي، المنهج التاريخي، ويبحث في أصوات اللغة، ويبحث في أصوات لغة ما لمعرفة التغير والتطور الذي أصابها عبر مراحل تاريخية سابقة. المنهج المقارن، ويبحث في وجوه الشبه والاختلاف بين أصوات لغة ما وأصوات اللغات الأخرى. المنهج المعياري، ويصف أصوات لغة معينة كما يجب أن تنطق بصورتها الصحيحة أو صورتها المثالية لا كما ينطقها الناس. كيف يحدث الصوت اللغوي؟ يمر الصوت اللغوي في حدوثه بمراحل ثلاث ليحدث الصوت، أو بعبارة أخرى هناك ثلاثة عوامل يعتمد عليها الصوت في تكوينه. واحد، مصدر الطاقة، وهو هنا الهواء القادم من الرئتين في عملية التنفس المسمى بالزفير. اثنان، جسم يتذبذب ليكون الأصوات، والجسم هنا هو الوتران الصوتيان الموجودان في حنجرة الإنسان. ثلاثة، حجرة رنين، وهي هنا التجويفات الحلقية والفموية والأنفية. ما الخطوات التي تمر بها عملية الكلام؟ صوت المتكلم هو أثر سمعي يصدر طواعية واختيارا عن تلك الأعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق. والملاحظ أن هذا الأثر في صورة ذبذبات معدلة ملائمة لما يصاحبها من حركات الفم بأعضائه المختلفة، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معينة محددة أيضا. ومعنى ذلك أن المتكلم لابد أن يبذل مجهودا ما كي يحصل على الأصوات اللغوية. فتمر عملية الكلام بخمس خطوات أو أحداث متتالية مترابطة يقود بعضها إلى بعض حتى يتم التواصل التواصل بين المتكلم والسامع. وتلك الأحداث بترتيب وقوعها هي: أولا، الأحداث النفسية والعمليات العقلية التي تجري في ذهن المتكلم قبل الكلام أو أثنائه، وهي عبارة عن نشاط يحدث في مخ المتكلم قبل الكلام والذي ينتج عنه حدوث صورة لللفظ في ذهن المتكلم. عملية أو اثنان، عملية إصدار الكلام الممثل في أصوات ينتجها الجهاز المسمى جهاز النطق،
عبارة عن نشاط تقوم به أعضاء النطق المختلفة، والذي ينتج عنه اضطراب في الهواء الخارج من الفم والأنف. ثلاثة، الموجات والذبذبات الصوتية الواقعة بين فم المتكلم وأذن السامع، وهو نشاط يحدث في الوسط الناقل. أربعة، العمليات العضوية التي يخضع لها الجهاز السمعي لدى السامع، وهو نشاط يحدث في أذن السامع عندما يسمع الصوت. خمسة، الأحداث النفسية والعمليات التي تجري في ذهن السامع عند سماعه للكلام واستقباله للموجات والذرذبات الصوتية المنقولة إليه بواسطة الهواء، وهو نشاط يحدث في مخ السامع نتيجة لما يحدث في أذنه من آثار نسميها السماع. وتنحصر هذه الأمور في ثلاثة أنواع: أولا، النشاط الذهني عند المتكلم والسامع. ثانيا، النشاط العضوي الذي يحدث عند كل منهما، أي نشاط الأذن عند السماع ونشاط أعضاء النطق عند المتكلم. وهذا النشاط الأخير في الأعضاء الصوتية أمر يمكن رؤيته وتسجيله بوسيلة أو بأخرى من الوسائل التي ابتكرها علماء الأصوات. ثالثا، النشاط الذي يحدث في الوسط الناقل، وهو الوسط الذي يفصل المتكلم عن السامع، وهذا الوسط قد يكون الهواء وقد يكون سلك التليفون أو سواه. فالإنسان عندما يريد أن يعبر عما في داخله تمر عملية الصوت بعدة مراحل بين أعضاء النطق، ويبدأ ذلك بأن يخرج أو يخرج الإنسان هواء الزفير من الرئتين، وبعدها يمر هواء الزفير بأنبوب القصبة الهوائية، ثم يصطدم هذا الهواء بالحنجرة ويوجد في الحنجرة الوتران الصوتيان، فيصطدم بهما الهواء، فيمر الصوت الخارج من الحنجرة عن طريق البلعوم، وهو الفراغ الواقع فوق الحنجرة. والبلعوم له أنواع: بلعوم حنجري وفموي وأنفي. ثم بعد مروره بالبلعوم يلي البلعوم أول الحلق، وهو يقع بين الحنجرة وأقصى الحنك، فإذا اصطدم الصوت بأي مخرج من مخارج الأصوات نتج صوت الكلام الذي يقرع أذن السامع. ومن المفترض أن يقوم عالم الأصوات بالنظر في الخطوات الخمس المذكورة حتى يحيط بجوانب موضوعه، غير أن معظم الدارسين من علماء الأصوات رأوا إهمال الجانبين الأول والخامس وعدم التعرض لهما بالدرس، وذلك لأن الجانبين المشار إليهما جانبان نفسيان عقليان، وموضوع عالم اللغة درس الأحداث اللغوية المنطوقة بالفعل. ولأن هذه العمليات النفسية العقلية معقدة وغامضة. أسئلة. سين واحد أو السؤال الأول: ما حقيقة علم الأصوات وما جوانبه وفروعه ومناهجه؟ السؤال الثاني: أهمل معظم الدارسين من علماء الأصوات جانب الأحداث النفسية والعملية العقلية من مراحل عملية الكلام، فما السبب في ذلك؟ السؤال الثالث: اذكر المراحل التي تمر بها عملية الكلام إجمالا، ثم تحدث عن واحدة منها بالتفصيل. السؤال الرابع: ما المقصود بكل من الفونتك والفونولوجيا، وما العلة في التفرقة بينهما؟ السؤال الخامس: ضع علامة الصواب أمام العبارة الصائبة وعلامة الخطأ أمام العبارة الخاطئة. من الخطوات التي تمر بها عملية الكلام الأحداث النفسية في الذهن. الجانب الأكاستيكي هو جانب إصدار الأصوات. الجانب الفسيولوجي هو جانب الانتقال أو الانتشار في الهواء. الجانب السمعي يتمثل في الذبذبات التي تؤثر على طبلة أذن السامع.
الفونولوجيا هي دراسة الأصوات مفردة دون النظر إلى وظائفها في الكلام. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.